دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة كلنا كنا في انتظار صلته الجميلة سماحة فضيلة الشيخ علي جمعة، بالتأكيد بيزيدنا سلام ومحبة وأمان بوجوده، لكن تعثر وصوله. يعني احنا في انتظاره بإذن الله، لكن حتى يصل الدكتور علي جمعة بيسعدنا جدا ان تشرفنا على المنصه لا تقل روعه بالتاكيد، هي المهندسه امل مبدا رئيس قطاع تنميه موارد مؤسسه مصر الخير. السلام عليكم. طبعا ان انا اقف مكان الدكتور علي ده شرف ليا، يعني طبعا انا يعني لا كنت روعه ولا هو روعته لقيته بعدها روعه، بس هو في الطريق والطريق واقف فان شاء الله يوصلنا. انا بحيي شعب الامارات وبحيي يعني ان احنا في عام زايد وعام الشيخ زايد. انا اصلا اسماعيليه، فاسماعيليه عندنا مدينه كامله مدينه الشيخ زايد، وكنت عايشه في الامارات سنين طويله، فبحس ان يعني اهل الامارات ده جزء من اهل مصر، واحنا كلنا نسيج واحد، والشيخ زايد افضاله على الوطن العربي كله وليس على